أهلا بكم متابعي حياة ذكية في كل مكان. لدينا اليوم هاتف Mate 30 Pro 5G وهو الهاتف الأفضل والأقوى من هواوي حتى الآن. تأخر وصوله إلى المنطقة العربية بسبب الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. انطلق في الصين بداية ومن ثم انتشر حول العالم. دعونا نستعرض أبرز مميزات هذا الهاتف. لدينا هنا نسخة فيجان ليذر أو ما يعرف بالجلد النباتي بلون برتقالي جميل وأنيق. نبدأ بالشاشة التي أطلقت عليها هواوي اسم هورايزن، وتأتي بقياس 6 بوصات فاصلة 53 وبدقة 1176 في 2400 بيكسل، أي بكثافة 409 بيكسلات في البوصة الواحدة. الشاشة من طراز أوليد، وكما نشاهد تتميز الصورة هنا بوضوح عال. أبعاد العرض هنا بنسبة 18.5 إلى 9، وتحتل الشاشة مساحة 94.1% من الواجهة الأمامية مع طبقة حماية من نوع غوريلا جلاس 6 وهي الأحدث. كما تدعم الشاشة تقنيات HDR10 وتدعم الوضع الليلي Dark Mode المريح جدا للعينين. على الشاشة نجد القطع أو النوتش عريض بعض الشيء، ذلك أنه يضم الكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0. ولدينا أيضا هنا كاميرا 3D TOF Time of Flight والتي تساعد على تحديد أبعاد العمق وعزل الصورة وتطبيب الخلفية. طبعا من خلال الكاميرا الأمامية وكاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد ومستشعر الإيماءات يمكن التحكم بالهاتف عن بعد كتحريك محتوى الصفحة من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، أو حتى التقاط صورة للشاشة بقبض اليد. نجد هنا أيضا مستشعر التعرف على الوجه Face ID والذي يعتبر دقيقا جدا، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة والسريع جدا من حيث الاستجابة. أسفل الشاشة ما تزال هناك حافة رفيعة أمامنا الجانبين، فتبدو الشاشة جميلة إذ تأتي منحنية بدون حواف بزاوية 88 درجة، ويمكن مشاهدة محتوى الشاشة أيضا من الجانب كما نرى. لا أزرار على الجهة اليسرى، وعلى الجهة اليمنى يوجد زر واحد فقط وهو زر تشغيل وإغلاق الجهاز. ولمن يتساءل عن كيفية التحكم في درجة الصوت، يتم ذلك عبر النقر مرتين على الجانب الأيمن أو الأيسر للشاشة لتظهر لدينا درجة الصوت والتي يمكن التحكم فيها بكل سهولة. أسفل الجهاز لدينا مكان شريحتي الاتصال نانو سيم، الميكروفون، منفذ USB-C للشحن والسماعات، بالإضافة إلى السماعة الرئيسية. من الأعلى لدينا ميكروفون ثاني و IR Infrared للتحكم في كثير من الأجهزة المنزلية كالتلفاز مثلا. بالنسبة للكاميرات الخلفية تأتي بتصميم جديد ومختلف هذه المرة من هواوي، ضمن حلقة تأخذ شكل هالة بخلاف سلفه Mate 20 والذي تأتي كاميراته الخلفية ضمن مربع. لدينا هنا 4 كاميرات خلفية، تأتي الرئيسية بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.6 تدعم خاصية التثبيت البصري OIS. أما الكاميرا الثانية فهي كاميرا مقربة تيليفوتو وتأتي بدقة 8 ميجا بيكسل أيضا مع OIS مثبت بصري. يمكنك بواسطة Mate 30 Pro التقريب البصري حتى 3 مرات، والتقريب الهجين حتى 5 مرات، والتقريب الرقمي حتى 30 مرة مع الحفاظ على دقة ووضوح الصورة. الكاميرا الثالثة تأتي أيضاً بدقة 40 ميجا بيكسل ألترا وايد للزاوية الواسعة لكن بدون مثبت بصري OIS. أما الكاميرا الرابعة فهي TOF Time of Flight تماماً كما في الكاميرا الأمامية لعزل الصورة وتطبيب الخلفية.
وقد حقق نظام الكاميرا في هاتف Mate 30 Pro المركز الأول في اختبارات موقع DxO Mark، إذ سجلت خاصية الكاميرا السينمائية بمستشعر الصورة Super Sensing المبتكرة في الهاتف نتيجة بلغت 121 نقطة. بالإضافة إلى المستشعرات القوية، زودت هواوي الكاميرا بمجموعة ألوان RYYB لجذب نسبة إضاءة أكثر، ما يمكن الهاتف من التقاط الصور بوضوح بالغ وتفاصيل دقيقة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة جداً. بالنسبة للفيديو، يمكننا التصوير بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية. لكن الميزة المبهرة حقاً في Mate 30 Pro هي ميزة Ultra Slow Motion Video، والتي تمكنك من التصوير البطيء بدقة HD بمعدل 7680 إطاراً في الثانية، وهو شيء مذهل بالفعل. من حيث التجهيزات الداخلية، يأتي الهاتف بمعالج كيرين 990 80 نوا بمعمارية 7 نانومتر، وهو الأحدث والأقوى من هواوي. يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وبثلاث سعات تخزينية 128 256 512 جيجا بايت، مع إمكانية التوسعة عبر ميموري خارجي. أما وحدة معالجة الرسوميات فتأتي من نوع مالي G76MC16 GPU، وتتميز بمعالجة هائلة للصور مع استهلاك أقل للطاقة، مما يوفر نتائج رسوميات أفضل، بالإضافة إلى ميزة تعزيز الأداء بالنسبة للألعاب عن طريق GPU Turbo 4.0. الهاتف مضاد للماء والغبار وفق معيار IP68 حتى مترين تحت الماء لمدة أقصاها نصف ساعة، ويدعم تقنية بلوتوث 5.1 الأحدث. تم ترقية البطارية لتصبح بسعة كبيرة 4500 ميلي أمبير، ويدعم الهاتف الشحن السريع عبر الشاحن العادي بقدرة 40 واط، أما الشحن اللاسلكي فيأتي بقدرة 27 واط، وهو الأسرع حاليا، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي. يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة هواوي الأحدث EMUI 10، ويأتي بدون خدمات جوجل بلاي، ولكن يمكنك تحميل معظمها بسهولة وتعمل بدون أي مشاكل، وسنتطرق لذلك في تقرير آخر. وفي النهاية، لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم على صفحتنا على فيسبوك.